الحقوق المدنية في معرض أمريكي، والحياة دون جماليات، وترميم كنوز أثرية في التبت. هل يمكن أن تفكر في شراء إحدى هذه القطع الفنية؟ صالة مزادات كريستيز البريطانية ستطرح هذه الأعمال في 5 سبتمبر أيلول المقبل. المزاد أطلق عليه اسم أغرب من المعتاد، ويضم 150 قطعة فنية. افتتح في العاصمة الأمريكية واشنطن معرض جديد يبحث في دور الإعلام أثناء الحركة المطالبة بالحقوق المدنية خلال فترة الستينيات. المعرض مقام في متحف نيوزيوم تحت اسم فلنحدث ضجة، ويضم مجسماً من البرونز لباب الزنزانة التي اعتقل فيها مارتن لوثر كينغ قبل 50 عاماً في ولاية ألاباما. حصان وفارسه، كما لم ترهما من قبل. هذا العمل أعده 20 شخصاً على طريقة دكتور جونثر فون هوجن، التي تقوم على تشريح الجسم ليبدو هيكله الداخلي للزوار بعد أن حل البلاستيك محل الماء والدهون فيه. العمل يعرض حالياً في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية. على مدى 13 قرناً وقفت رسومات جدران معبد لاسا جوكانغ في التبت تحكي تاريخ المنطقة، غير أن عوامل الزمن تركت بصماتها على الجدران، ويعمل الفنانون في الوقت الراهن على إعادة ترميم الجداريات إلى سابق عهدها لتبقى أثراً لأجيال عديدة. غادة ناصف، BBC.